فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا وافد إلى هذه البلاد ومتزوج، وزوجتي في بلدها، يقول: لا أستطيع أن أسافر إليها، فهل يجوز لها أن تركب الطائرة بدون محرم فيوصلها محرمها إلى المطار وأنتظرها أنا في المطار هنا؟ ولم أن الطائرة راحت تغير مجراها لعارض من العوارض، من يستقبلها؟ راحت البلد آخر أو مطار آخر، لا، لا بد من محرم معها، خلها في بيتها لما يجي محرم يجي معها، وإلا تبقى في بيتها والحمد لله. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.